اليوم رح نعمل مثل ما شايفين مع بعض بسبوسة بالقشطة. اتمنى تنال اعجابكم، واللي حابب يعرف هالوصفة اللي طيبة كتير كتير يتفضل معي لمطبخ سلمى وينورني بحضوره. سلام يا حلوين، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. اليوم رح نعمل مع بعض بسبوسة بالقشطة. اللي بحتاجه كوب ونص سميد ناعم، حطيت تلتين زيت، تلتين حليب، نص كوب سكر، بيضتين، معلقة طعام بيكنج باودر ورشة ملح معي هون، فانيليا، معلقة شاي، قشطة. ورح أحط طريقة لينك الفيديو لطريقة القشطة اللي أنا بعملها بصندوق الوصف مع المقادير تحت هذا الفيديو. وعندي القالب قطره 26 سنتي. أنا استعملت هاي الكوباية اللي هي عبارة عن كوب مقاسات عليها العيارات، بس هي هالقد كوب، هذا كوب بيجي بهالشكل وعليه مقادير بالمليليتر وبالكاب ربع ونص، وهي وبتيجي هيك مقاسات، هاي 2 كوب و500 ملي. فخلينا نروح نشوف مع بعض اول خطوة شو رح نعمل. اول خطوة رح نعملها مع بعض، فوق السميد رح احط البيكنج باودر والملح واخلطهم منيح مع بعض. بعد هيك رح اجيب جار تاني رح احط البيض، والبيض بدرجة حرارة المطبخ عندي. رح احط الفانيليا ورح احط السكر. وطبعا لهي الاكلة بنحتاج قطر او شيرة، وهلا بنعمل مع بعض القطر بتشوفوه. ولازم بس تطلع من الفرن على طول نحطه عليها. زيت الحليب، هلا رح ادير النواشف. بهذا الوقت انا محمية الفرن على درجة 180. رح احط الاول، بس اصب النص الاول رح احطه. هلا بنشوف مع بعض المرحلة يعني اللي جاي كيف رح تكون. هاي الخليط رح اتركه يرتاح شوي وبنرجع مع بعض. مثل ما قلت لكم قطر القالب اللي عندي 26 سنتي، انا محمي الفرن حميته شوي. رح اخذ نص الخليط واحطه بالقالب وبعدين ادخله الفرن 10 دقائق بس مش اكتر. هلا رح اخده للفرن ونرجع نشوف مع بعض اول مرحلة من خبزه. هذا القالب البسبوسة بعد ما اخد 10 دقائق بالضبط بالفرن بالوسط على درجة 180، واخر دقيقة ونص دقيقتين تقريبا ولعت من فوق بس لحتى تنشف لي الوجه لاقدر اتصرف بالقشطة واحط عليه. ومثل ما شايفين انا باخر لحظة تذكرت انه حاطة العيار بقالب تشيز كيك ممكن يسرب من تحت، فحطيت ورق القصدير.
هلا كل اللي بدي اعمله بدي اوزع القشطه، وبدي اخبركم انا هلا قبل شوي حطيت بين مع القشطه شويه جبنه مازاريلا، بحب مع القشطه بالبسبوسه ينحط شوي، وراح يكون لنا فيديو تاني مع بسبوسه من نوع تاني، القشطه اللي بقلبها فيها جبنه وفيها لبن، وبترجع تنخبز شوي بالفرن ان شاء الله بنبقى نشوفها مع بعض. فانا راح اكفي احط القشطه اللي معي وارجع لكم ان شاء الله. هاي البسبوسه بعد ما مديت فيها القشطه، هلا كل اللي بدي اعمله بدي ارجع اجيب عيار السميد اللي بقي، وبتعرفوا السميد بيشرب المي. كل اللي بدي اسويه بحط 3 معالق طعام حليب، ارجع اخليه شوي سائل يعني مثل ما حطيت اول مقدار. هذا القالب، وبعدني هلا انا طفيت من فوق وبس مولعة من تحت، رح اعطيه كمان شي ربع ساعة من تحت يضل مولع، وبعدين ارجع اولع من فوق اخذ لون الاحمرار. وما تنسوا بوسط الفرن، كل هاد وصنيتي بوسط الفرن. هيك صارت جاهزة للفرن. انا رح اعمل هلا قطر كل 2 كوب سكر، بستعمل 2 كوب مي، وهذا العيار اللي عندي هلا، انا 4 كوب سكر فرح احط لهم 2 كوب مي. هاي واحد، هاي 2، وبعدني مش مولعة تحتين، حاطة بس قطعتين ليمون حامض بقلبها، بدي احركهم هيك شوي وبعدين بولع تحتين. هلا ولعت تحتين، رح احرك شوي، مش لازم احرك بقوة واخلي رذاذ السكر يطلع على الحواف هون يجمع، عشان هو بيخلي القطر او الشيره انه تسكر بعدين. وشغله ثانيه بعملها هلا بمرحله جاي بتشوفوها، اذا حسيت انه في هون شيء من السكر عالق على الحواف، بحط انا بكاسه مي وبستعمل الفرشاه اللي بدهن فيها الزيت على المعجنات، بدهن لاحل يعني اشيل كل السكر المعلق هون. هلا بس غلت المي بحط عصرة ليمون، وبحط شوية مزهر، بحركن وبتركن يعني يغلو هيك 3-4 دقايق بعد، وبطفي تحتين. وبدي اخبركم اللي قصدته، اذا انا عندي السكر مجمع هون هيك بستعمل هاي الفرشاي كاسي فيها مي، بس بمسح هون وبخلي هالسكر اللي مجمع هون يدوب حتى اطمن انه مش راح يصير كل القطر اللي عندي كريستال يعني من السكر الموجود على الحرفة. فاذا 4 دقايق وبطفي تحتين بكون جهز قطري، وانا بعبيه بمرطبانات او يعني بوعاء خاص للقطر، اي وقت انا بحتاجه بكون موجود. هاي البسبوسة بعد ما طلعت من الفرن مثل ما شايفين وجه احمر، اخذت كنت قايلت لكم ربع ساعة، يمكن انا لانه ما بعير كنت افقدها، اخذت 25 دقيقة، بعدين طفيت من تحت ونزلتها رف
وولعت من فوق لوعيني عليها لاخدت هاللون اللي شايفينه. وشايفين كيف يعني فيش حاجة تمرروا السباتشولا او السكين اللي تشيلوها لوحدة بتتحل حالها. هلا كل اللي بدي اعمله بدي احط عليها القطر او الشيرة وراح اتركها ساعة زمان او لتبرد، بتكون امتصت القطر وبنفس الوقت بردت لهقدر ازينها معكم وتشوفوا النتيجة النهائية. هذا قالب البسبوسة بعد ما برد على الاخر، بدي ارجع بس احط عليه معلقة قطر، حتى بدي احط عليه جوز الهند عشان جوز الهند ما يعلق عليه يعني. وهاي القالب بعد ما زيناه وخلصنا، وهلأ بس بدي هقطعه قدامكم تشوفوا شكله والحشوة كيف طالعة فيه. وهاي البسبوسة، وهاي قطعة شقفي لتشوفوا الطبقات مثل ما انتم شايفين. ما شاء الله عندي 3 طبقات البسبوسة والقشطة، شايفين؟ اتمنى تنال اعجابكم ورضاكم، والف صحة وعافية على قلوبكم جميعا يا رب. واللي بتعجبه وصفتي اتمنى يعمل لي سبسكرايب شير ولايك، وممنونيتكم سلف. بامان الله.